طيب والدك مدرب كرة ريشة طائرة، تمام؟ هل ده أثر عليك في اللعبة أو في حياتك عامة أو توجهك للرياضة دي؟ آه طبعا أثر عليا إيجابيا جدا طبعا، إن هو كان على طول واقف في ظهري وعلى طول هو اللي بيمرني، هو اللي بيصرف عليا، هو يعني هو بيعمل كل حاجة حرفيا يعني. آه والله هو اللي حبيبك في اللعبة. ولا هو مش هو اللي حبني في اللعبة ده، بالعكس ما كانش عايز يمرني في الأول عشان يعني الموضوع كان صعب شوية، هو يعني كان واخد باله ان انا مش هقدر وبتاع، بس انا من كتر حبي في اللعبة وجربت كل حاجة يعني، جربت لعب كتير جدا وما نفعتش فيها يعني، اما انا كنت بزهق. فكان في ادفانتج ان هو بقى بابايا مدرب وبتاع، فهو بصراحة خدني ومرني وكان الحمد لله يعني هو بيعمل كل حاجة يعني، هو اللي بيخطط للبطولات وهو اللي حمل يطلع بطولات وهو اللي دخلني المنتخب، ويعني لا كان ما شاء الله يعني هو عمل كل علشان حاجة علشان تستحق تخش المنتخب.